بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هوتل جديد أو تاني أو تالت فيه صيانة الريموت. أنا العطل ده إن في مجموعة من الزراير مثلا ما بتشتغلش، مثلا الجزء ده ما بيشتغلش مثلا، والجزء ده شغال. أحد أسباب كده إن ممكن يكون الجهاز ذات نفسه بايظ، او الاي سي الموجوده جوه من الداخل بايظه فما بتشغلش كل الزراير، لان طبعا الاي سي اللي جوه دي ليها ارجل، وكل رجل خاصه بمجموعه من الزراير او زرار معين. فطبعا الحكايه دي ممكن تسبب لي فقدان ان الجهاز ما يشتغلش، او جزء منه يشتغل وجزء ما يشتغلش. فلو ان مثلا الجزء ده بايظ، ايه الحل؟ لو كانت الكاوتشات دي او الزرار ده هي اللي بايظه او متاكله من تحت، هنروح جايبين روح قصين الجزء ده كده ونشيله، ونجيب كاوتشه تانيه تكون عندنا مثلا من ريموت تاني قديم، ونقصها بنفس الشكل والحجم، نروح حاطينها من داخل المطرح اللي احنا ايه شلناها من هنا، ونركبها مكانها. وهنشوف الحكايه دي عملي اهو. هنفك كده الريموت زي ما احنا شايفين، شلنا البورده زي ما احنا شايفين كده اهو. واحنا تأكدنا يعني ان الجزء ده مثلا الصف ده هو اللي بايظ، فاحنا بنفك كده البورد، بنفك الكاوتشاية دي. لو عندنا كاوتشاية كاملة زي دي جديدة ماشي، مثلا في ريموت قديم كان عندنا وباظ، هناخد منه الكاوتشاية دي ونرجع نركبها تاني. ما كانش كده، عندي مثلا الريموت القديم الجزء اللي تحت هو اللي بايظ واللي فوق هو السليم، نروح قصين كده يا جماعة اهو، ناخد الجزء ده طبعا اللي هي ايه بايظة كده اهو، كده اهو، وناخد الجزء ده ونحطه على الجزء الايه اللي هي اللي احنا الجديد اللي هو موجود عندنا، هناخد منه الجزء ده وهنحط كده، وهنقص بنفس الحجم ده، ونقص كده وناخدها، نروح ملزقينها ونروح جايبينها لازقينها مطرح البايظه. طبعا احنا انا بوريكم ازاي بتتعمل. فهنجيبها كده الحته، احنا كده هنفترض ان احنا قصيناها من ريموت الكاوتشايه دي سليمه، والزراير بتاعته سليمه، ونحطها كده، ونحط الزرار ده كده اللي هو بتاع الباور، ونقوم برضو بان احنا ايه بانبوبة الامير، ونلحم بين الكاوتشتين. ولو وممكن برضو تشتغل من غيرها، لان مجرد ان الكاوتشاية دي بالزراير الكتيرة دي هتثبت، لان هي طبعا اللي ليها بروز بتاع الزراير من الناحية التانية هيبات في الفتحات بتاعت ايه الوش ده بتاع الوش. بعد كده هنجيب البوردة بعد، بس نتأكد بعد ما تكون نشفت ديك عشان ما تلزقش في البوردة اهو، وهنستنى شوية لحد ما تنشف وارجع لكم تاني. نرجع تاني بعد ما نشفت الكاوتشاية اهي زي ما احنا شايفين كده، وهنحط البوردة اهو، ونتأكد ان الايه العدسة دي خارج بره كده عشان تقدر توصل اشارة الريموت اهي. ونجيب الغطا تاني اهو،
ونقفل كده ونبيت السيستين بتوع الباور في مكانهم اهو، وبعدين ندوس الضغطتين دول كده ونشغل كده اهو، ونقفل الباور تاني ونقفل الغطا بتاع العلبة بتاعت الحجرة ونشوف كده اشتغل، والزراير اللي فوقها اشتغلت برضو بعد ما ركبنا لها الجديدة اهو. وشكرا، وإلى عطل وفكرة وصيانة جديدة.